بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب مخلقة وغير مخلقة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. المقصود من هذه الترجمة ذكر المضغة وأنها تكون مخلقة وغير مخلقة، وكذلك ما سبقها من النطفة ثم العلقة ثم المضغة التي تكون مخلقة وهي التي صور فيها الإنسان، وغير مخلقة التي لم يصور، لأن المضغة لها حالتان: الحالة الأولى أنها تكون قطعة من مثل المضغة من الأكل، ثم يكون التخليق فيها بعد ذلك، فهي تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني في أول أمرها تكون ليس فيها تخليق حيث تنتقل من العلقة إلى المضغة، ثم بعد ذلك يخلق فيها الإنسان، بمعنى أنه يصور ويكون على هيئة الإنسان، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح بعد 120 يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته. ثم ذكر حديث أنس، حديث أنس أن الله وكل بالرحم وكل بالرحم ملكا يقول نطفة علقة مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى. فإذا أراد أن يقضي خلقه يعني قال أذكر أم أنثى، يعني بعدما يصور، ويعني هل هو يقال ذكر أم أنثى، يعني شقي أو سعيد، الرزق والأجل، يعني أن هذه الأشياء تكتب وهي والإنسان في بطن أمه، يعني عندما يكون يعني يصور ويخلق فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، كما جاء بذلك هذا الحديث وغيره من الحديث. أعد الحديث. قال: عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي. وكل بالرحم ملكا، وهذا يدل على أن من وظائف الملائكة أنهم منهم من هو موكل بالأرحام، منهم من هو موكل بالأرحام، والملائكة لهم أعمال كثيرة وكلت إليهم يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ففيهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالجبال، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بالموت، فلهم أعمال يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الحديث يتعلق بمن هو موكل بالرحم، حيث يعني يكون نطفة أولا ثم علقة ثانيا ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم مضغة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك
يكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة. وقيل إن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في أبواب الحيض لأن لأن الحامل إنها لا تحيض, ولأن الحامل لا تحيض لأنها إنما يعني يعرف حملها بانقطاع حيضها وبتوقف الحيض عنها وتوقف العادة عنها, لكن ليس هناك دليل يدل على أنها لا تحيض وأنها يعني, والعلماء اختلفوا هل تحيض أو ما تحيض, لكن ليس هناك نص يدل على أنها لا تحيض. نعم. يعني إذا الدم إذا نزل على المرأة وهي حامل, إذا نزل على المرأة يعني وهو حامل وهي حامل, فإذا كانت تعرف لونه والعادة التي هي تعرفها من نفسها فإنه يعتبر حيضا, لأن ما هناك دليل يدل على أن المرأة لا تحيض وأن الذي يحصل منها إنما هو دم فساد. قال حدثنا مسدد. نعم. عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. نعم. عن أنس بن مالك, يعني يروي عن جده, عبيد الله بن أبي بكر يروي عن جده أنس بن مالك, وهو رواية حفيد عن جد. مسدد عن حماد عن عبيد الله عن أنس بصريون وهو رباعي, وهو رباعي من الحديث الرباعية في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج, فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل, ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه, ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة, فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة, ففعلت ذلك حتى قضيت حجي, فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. كيف تهل الحائض بالحج والعمرة, يعني الحائض في حال حيضها تدخل في الحج وتحرم بالحج أو العمرة وتفعل كل ما يفعله الحاج, إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر, فيعني هي تدخل في الحج وتحرم به أو تحرم بالعمرة وهي حائض, وذلك لا يمنعها. وكذلك النفس كما جاء في حديث الحديث الذي فيه أسماء بنت عميس وأنها ولدت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل, وأخبرها وبين لها أنها تستثفر بثوب وأنها تغتسل يعني للإحرام ثم تدخل بالنسك. وعائشة رضي الله عنها كانت من أمهات المؤمنين, وقد حججنا جميعا, أمهات المؤمنين حججنا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلهن أحرمنا بعمرة, لم يحرمنا بحج لا بإفراد ولا بقران, وإنما أحرمنا بالتمتع. وعائشة رضي الله عنها حصل لها الحيض في أثناء الطريق في سرف, فبقيت على إحرامها حتى جاء ليلة عرفة, وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط وتدع العمرة أو تترك العمرة, أي تترك أعمالها وأفعالها, وليس معنى ذلك أنها ترفضها وتلغيها, ف
فهي باقية على إحرامها من الميقات ولكنها تحرم بالحج وتدخل العمرة على الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم قال فمنا من أهل، قالت فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بعمرة وهي من أهل بعمرة يعني من الحجاج الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة وهي ممن فعل ذلك. ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج يعني أحرم بالحج يعني مفردا، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. نعم. فقدمنا مكة فقال صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. نعم. ولما قدموا مكة أو قرب قدومهم مكة أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن من أهل بعمرة ولم يهدي فإنه يحلل، يعني يفسخ من أهل بعمرة. من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، فليحلل يعني معناه أنه على ما هو شأن العمرة، لأن صاحب العمرة عندما يعني يصل مكة ويطوف ويسعى يتحلل، لأن المتمتع أو المعتمر الذي ذهب للحج له حالتان، إما أن يكون قد أهدى أو يكون لم يهدي، فإن كان لم يهدي فإنه يتحلل إذا انتهى من العمرة، وإذا كان قد أهدى فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ولا يتحلل إلا يوم العيد حيث يأتي يوم النحر حيث ينحر هديه. فإذا المتمتع له حالتان، المحرم بالعمرة له حالتان إذا ذهب للحج، إما أن يكون ليس معه هدي وهذا يتحلل إذا طاف وسعى وقصر، وإن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه لكنه يدخل الحج العمرة ويصير بذلك قارنا. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. ومن أهل بحج فليتم حجه. من أهل بحج يعني وقد ساق الهدي يتم حجه، لكن الذي لم يسق هديا مأمورا بأن يفسخ إحرامه إلى عمرة، لأن من كان قارنا أو متمتع مفردا وليس معه هدي يفسخ إحرامه إلى عمرة، يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. نعم، حتى كان يوم عرفة، في بعض الروايات ليلة عرفة، ولعل المقصود من ذلك أنه ليلة عرفة لأنها التي يكون فيها الخروج للحج، وقد انتقلوا من منى إلى عرفة إلى من مكة إلى منى، ثم ذهبوا في صباح يوم عرفة إلى عرفة، فيعني جاء الحج والخروج له وهي لم تطهر من الحيض، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج. حتى جاء يوم عرفة، حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. وأهل بحج يعني هنا محل الشاهد من هنا قولها أهل لأنها حائض، أما في الأول ليست بحائض لما كانت الميقات، أحرمت بعمرة وهي على طهر، ولكن الحيض جاءها في الطريق في سرف، ولكن الإحرام أو الإهلال إنما حصل بالحج، وهذا هو الذي أورده الحديث من أجله، لأنها أهلت بالحج وهي حائض، أهلت بالحج وهي حائض بمعنى أنها دخلت فيه وأحرمت به وأدخلته على العمرة. ولتير ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. ترك العمرة يعني ترك أعمالها، ليس معنى ذلك رفضها وإلغاءها وأنها صارت أحرمت بحج ورفضت العمرة، وإنما الإحرام بالعمرة من الميقات موجود ومستمر، لكنه لم يحصل لها الطهر قبل دخول قبل الحج أمرها عليه السلام أن تدخل العمرة الحج على العمرة وتصير بذلك قارنة. وقوله ترك العمرة أي ترك أعمالها،
وأنها أدخلت الحج عليها فصارت مقترنة مع الحج، فصارت الأعمال للحج والعمرة بعد أن دخلت في الحج، صارت الأعمال للحج والعمرة معا لأنها صارت قارنة، فطوافها لحجها وعمرتها وسعيها لحجها وعمرتها، وقد ولم تأتي بأعمال العمرة لأنها استمر معها الحيض حتى جاء الحج فأحرمت بالحج وأدخلتها العمرة. وقوله تترك العمرة يعني تترك أعمالها، وليس من ترفضها وتلغيها وأنها صارت في إحرام بالحج فقط، لا، وإنما أحرمت بالحج وأضافته إلى العمرة التي أحرمت بها من قبل. إذن عندها إحرامان، إحراما بالعمرة من الميقات وإحراما بالحج من مكة، عندما يعني جاء ليتعرف وذهبوا إلى منى ودخلوا في أعمال الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تترك عمرتها، يعني تترك البقاء عليها وحدها، بأن تدخل الحج عليها وتصير بذلك قارنة. وهذا هو محل الشاهد قوله أن تهل بالحج، يعني تدخل فيه، ومعنى ذلك أن المرأة تدخل في إحرامها بالحج أو بالعمرة وهي على غير طهارة، يعني وهي حائض، ولا بأس بذلك. فالدخول في الإحرام والإهلال والتلبية وجميع أعمال الحج تفعلها، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. حتى قضت حجها وهي قارنة، وذهابها إلى العمرة برغبة منها وإلحاح منها، ولا هذا إخبار بالذي حصل بعد إلحاحها وبعد حرصها ومراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، يعني أنها قارنة. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن ليلة الحصبة، وهي ليلة الرابع عشر الذي كانوا باتوا فيه بالمحصب، والذي في آخره نزلوا وطافوا طواف الوداع وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم خرج إلى المدينة. فهي في تلك الليلة ذهبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمحصب، ولما يعني جاء آخر الليل ذهبوا إلى المسجد الحرام، المسجد والحرام، وطافوا به وطافوا بالبيت طواف الوداع، ثم صلى بالناس الفجر وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال حدثنا يحيى بن بكير، نعم، عن الليث، نعم، عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، نعم، عن ابن شهاب، نعم، عن عروة، نعم، عن عائشة، نعم. وهذا الإسناد سداسي، نصفه الأول مصريون والنصف الأعلى مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. باب إقبال المحيض وإدباره، باب إقبال المحيض وإدباره، يعني أن المرأة في حال حيضها إذا جاءها الحيض فإنها تجلس وتستمر على ذلك حتى ينتهي، وانتهاء ذلك انتهاءه انتهاء الحيض بخروج القصة البيضاء التي تدل على الطهر وعلى انتهاء الحيض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله، ذكر أولا قبله وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. وكنا نساء،
يبعثنا إلى عائشة بالدرجة. الدرجة هي يعني شيء يحشى به الفرج يعني من, 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 من قماش وفيه كرصف اللي هو صوف يعني اللي هو قطن, فيبعثنا يعني فيها الصفرة, وكان ذلك في وقت الحيض. فقال لا تعجلنا, قالت لا تعجلنا يعني أن, أن, أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض, يعني الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي غير زمن عادة طهر. فهي هنا يعني بينت بأن بأنهن لا يعجلن حتى يعني يتبين الطهر وتظهر علامته الواضحة, وقبل ذلك فإنه حيض. هذا الذي في القطن الذي في وقت العادة يعتبر من العادة, ويعتبر من العادة. فإذا من حين ينزل الدم على المرأة حتى ينقطع كل ذلك زمن العادة, فإقبالها وإدبارها يعني بداية الحيض في أوله وانتهائه في آخره بانقطاعه كليا, حتى الصفرة والكدرة التي تكون في زمن العادة هي معتبرة من العادة. فكانت تقول لا تعجلنا, لا تعجلنا يعني يعني باعتبار أن هذا طهر وهو ليس بطهر, لأن الطهرة لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي زمن الحيض حيض, فإنهن فلا يعجلن ويعتبرن ذلك تلك الصفرة أو الكدرة التي هي متصلة بالعادة هي من العادة, فلا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ترين القصة البيضاء يعني قيل القصة البيضاء يعني يعني ماء يفرز تفرزه المرأة يكون أبيض دالا على يعني حصول انتهاء الحيض وأنه وأن هذه علامة الطهر. وكذلك قيل أن المقصود بالقصة البيضاء أنها إذا أدخلت يعني هذا تظهر يعني بيضاء نقية لم يصير فيها كدرة, القطن الذي تدخله يظهر يعني نظيفا يعني صافيا ليس فيه أثر الكدرة. تريد بذلك الطهر من الحيضة اللي هي قصة البيضة, هو علامة الطهر من الحيضة وليس علامته أن يكون فيه صفرة أو يكون فيه كدرة, فإن هذا يعتبر من الحيض لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة في الحيض, وهي في الطهر طهر يعني في غير العادة هو طهر لا يمنعها الصلاة والصيام. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر, فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. يعني إن هذا من التكلف يعني يكونهن في الليل يعني يقمن ويعني يطرق المصابيح يعني من أجل أن يعني يضعن في فروجهن شيء يعرفن هل انقطع الدم أو ما انقطع الدم, وعابت ذلك يعني معناها أن هذا يحتاج إليه عندما تريد المرأة أن تصلي. نعم إذا كانت تريد أن تصلي في الليل وأرادت أنها تعرف أنها انقطعت عادتها وما انقطعت, فيمكن أن تختبر نفسها يعني في الليل. أما إذا كان ليس لا تصلي يعني لا تصلي في الليل وإنما تصلي الفجر, فهي يعني تفعل ذلك عند صلاة الفجر وعند مجيء صلاة الفجر, وعابت ذلك يعني أنها اعتبرت هذا أنه من التكلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض, فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ثم ذكر هذا الحديث عن في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أنها
يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أنها تستحاض فلا تطهر، فقال ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني معنى ذلك أن المرأة التي هي مستحاضة في بعض وقتها يكون حيض، وعلامة الحيض بأنها تعرف عادتها قبل أن يجيئها الاستحاضة، فإذا أقبلت بمعنى أنها تعرف أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من الشهر تأتيها عادتها لمدة 4 أيام أو 5 أيام، وتعرفها قبل أن يأتيها تأتيها الاستحاضة، فإنها تمسك عن الصلاة وتدع الصلاة يعني إذا أقبلت الحيضة، بمعنى أنه جاءت الوقت الذي اعتادت فيه أن الحيض يأتيها. هذا إذا كانت لها عادة معتادة ومعروفة، فإنها تجلس تلك العادة من حين يأتيها الحيض إلى أن يدبر الحيض، وإذا أدبر الحيض تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم، لأنه مضى وقت العادة اللي هو مثلا 5 أيام أو 6 أيام الذي اعتادته وعرفته قبل أن تأتيها الاستحاضة، فإنها تجلس هذه المدة التي تعرفها بالإقبال والإدبار، بمعنى أنها تقبل في عادتها في اليوم الفلاني من الشهر وتنتهي في اليوم الثاني من الشهر، أو تكون ليس لها عادة ولكن لها تمييز، وذلك بأنها يعني تعرف لون الدم يتغير بأن يكون أسود له رائحة يعني خاصة، فإنها تمتنع عندما يبدأ تغير اللون، وإذا أدبر بمعنى أنه ذهب ذلك اللون الخاص الذي له رائحة كريهة، فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي. يعني معنى ذلك أنه عند انتهاء الحيض ولو كانت الدم مستمرا معها استحاضة فإنها تغتسل وتصلي، ويكون حكمها حكم الطاهرات، تغتسل عند انتهاء الحيض وتصلي. محل الشاهد من ذلك الإقبال والإدبار، لأنه قال إقبال الحيض وإدباره، يعني أن المرأة تعرفه يعني إذا كانت غير مستحاضة بنزول الدم عليها حتى ينقطع وترى القصة البيضاء، وإن كانت مستحاضة فإنها تجلس عادتها التي تعرفها بالعادة أو بالتمييز، وإذا أقبلت تترك الصلاة، وإذا انتهت تغتسل وتصلي، وتكون بين الحيضتين يعني من حين تطهر إلى أن تأتي الحيضة الثانية، فإن حكمها حكم الطاهرات. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي عن سفيان وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. أعد متى؟ أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. ذكر هذا الحديث باب تقضي لا باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة، يعني مرة أنها تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة، وهنا عقد الترجمة لكونها لا تقضي الصلاة وقد مر أنها تقضي الصوم، فالصلاة لا تقضيها والصوم يقضى، لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا يعني في رمضان مرة واحدة، والحيض يعني يكون له مدة من رمضان، فقضاؤه سهل،
وليس فيه مشقة. وأما بالنسبة للصلاة التي تجلس مثلا 10 أيام وفي كل يوم 5 صلوات يعني 50 صلاة ففي ذلك مشقة، أسقط عنها، أسقط عن النساء قضاء الصلاة وأوجب عليهن قضاء الصيام. أورد في هذا يعني وقال عن جابر و وأبو سعيد وأبو سعيد وهذه وصلهما في مكان آخر ذكرهما هنا من قوله تدع الصلاة، وهذا ليس فيه قضاء، ليس فيه ذكر القضاء، وإنما اللي فيه ذكر القضاء هو الحديث الثاني، ولكنه قال تدع الصلاة لأن الحائض في حال حيضها لا تصلي ولا تصوم ولكنها تصوم بعد ذلك قضاء، وأما الصلاة فإنها تدعها في حال حيضها، تدعها في حال حيضها ولا تقضيها إذا طهرت كما هو الشأن في حال الصيام بأنها تدعه في حال حيضها وتقضيه، فإن هذه تدع الصلاة يعني معناها أنها لا تصلي في حال حيضها، ومعنى ذلك أن تلك الصلوات التي تركتها لا يلزمها قضاؤها، بل يعني الشريعة جاءت بأن الصلوات لا تقضى وإنما يقضى الصيام. ثم ذكر الحديث الذي فيه عن معاذة وأن امرأة سألت، وهي التي سألت لأنه جاء في بعض الروايات أنها سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فهي نفس معاذة هي التي حصل منها السؤال يعني، وهنا أبهمت نفسها فقالت أن امرأة سألتها يعني وهي السائلة، أبهمت نفسها هنا، وقد جاءت في بعض الروايات أنها هي السائلة، ولهذا قابلتها عائشة رضي الله عنها بالسؤال قائلة أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل يعني أتفقه في الدين. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لو كانت الصلاة يعني مطلوبة منا لأمرنا بقضائها كما أمرنا بقضاء الصيام. والسر في هذا كما ذكرت أن الصلاة تتكرر وتكون كثيرة العدد وفي قضائها مشقة، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي في السنة إلا شهرا واحدا وتجلس المرأة مدة منه 6 أيام و7 أيام أو تزيد تنقص، فتقضي هذه الأيام فيما بعد. أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، أتجزي صلاتنا يعني الصلاة التي تقضيها التي تؤديها يعني التي تؤديها هل تكفي ولا يضاف إليها شيء يعني مما حصل، يعني تجزي يعني تكفي، أو تجزي يعني من أنها تغني يعني الصلوات التي تصليها بعد ذلك اللي هي الصلاة الحاضرة التي في حال طهرها أنها لا تحتاج إلى شيء آخر يضاف إليها يعني من الصلوات التي حصل تركها في حال حيضها، تجزي يعني أنها تكفي فلا يحتاج إلى أن يضاف إليها صلوات مقضية كما حصل بالنسبة للصيام، أو تجزي يعني تكفي يعني أنها لا يحتاج إلى أن يضاف إليها شيء التي هي الصلاة الحاضرة التي في حال الطهر لا يضاف إليها شيء مما حصل في حال الحيض. أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت أحرورية أنت هذه نسبة إلى حرورة وهي بلد قريب من الكوفة وكان فيها موطن الخوارج الذين يعني خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا يعني يقولون ويفهمون فهوما خاطئة وأنهم يعني لا يعتبرون إلا ما جاء في القرآن ويفهمون ذلك فهوما خاطئة، وأن
يعني أنه لم يأتي يعني في, 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 في القرآن شيء يتعلق بهذا فكانوا يفهمونه فهوما خاطئا. وقد أرسل إليهم علي رضي الله عنه بن عباس و يعني حاورهم وبين لهم الحق في ما هم عليهم للباطل، ورجع كثير منهم وبقي أناس لم يرجعوا ولم يهتدوا وبقوا على ضلالهم، وحصل منهم المقاتلة في لعلي رضي الله عنه وجيشه. نعم. قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. فلا يأمرنا به يعني ما يأمرهم بقضاء الصلاة، وإنما يصلون الصلوات الحاضرة التي في حال الطهر ولا يضيفون إليها شيئا مما تركوه في حال الحيض، لأن ذلك ساقط. وقد جاءت السنة بأنهم يؤمرن بالصيام ولا يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. عن همام. همام بن يحيى. عن قتادة بن دعامة. عن معاذة. معاذة العدوية. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. ثم ذكر باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني أن المرأة في حال حيضها تنام مع زوجها وهي في الثياب التي عليها، سواء كانت الثياب التي هي ليست ثياب الحيضة وقد حصل الحيض لها، أو أنها في الثياب التي خصصتها للحيض، فإنها تنام مع الرجل في فراشه وعليها ذلك اللباس الذي هو الذي عليها العادة وعليها الحيض، وهي في ذلك اللباس، سواء كان ذلك اللباس يعني هو اللباس المعتاد وجاءها الحيض فيه، أو أنه المخصص للحيض، فهي تنام معه في فراشه وعليها ثيابها التي التي هي عليها وهي حائض. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة، وفي سبق في بعض الروايات أنها قال خميصة، وهنا قال خميلة في الأول وفي الآخر، أنها كانت مع خميلة أنه كانت معه في خميلة قد التحف فيها، فلما حست بالحيض انسلت وقامت ولبست ثياب حيضتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي؟ أنفستي؟ قالت: نعم. فدعاها وأدخلها في الخميلة، يعني رجعت إلى حالتها الأولى التي كانت عليها. ومعنى ذلك أن المرأة لا بأس أن تكون مع زوجها وهي حائض في فراشه ولا يؤثر ذلك، ولكن إن حصل شيء من دمها أصابه فيجب غسله، وإن لم يصبه شيء فإنه لا بأس من كونها معه. وكذلك أيضا المرأة إذا كان ثياب حيضها لم يصبها شيء فإنها طاهرة، وإن أصابها شيء فيجب غسل ذلك الذي أصابه. هذا الحديث
قالت أم سلمة رضي الله عنها: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. يعني بدأها الحيض وهي معه صلى الله عليه وسلم في الخميلة، يعني ما كان الحيض جاءها من قبل، وإنما بدأها وهي معه في فراشه ملتحفة معه بالخميلة. نعم. قالت: فانسللت فخرجت منها. يعني انسللت يعني خرجت بخفية يعني بدون استئذان وبدون إشعار، يعني انسلل من الخميلة، بمعنى أنها انسلت من الخميلة ولبست ثياب حيضتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنفستي؟ يعني هل حضتي؟ قالت: نعم. فأمرها أن تعود وأن تبقى معه في الخميلة، يعني في الثياب التي لبستها للحيضة. نعم. فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. نعم. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذا أيضا زيادة يعني على ما هو محل شاهد للترجمة، وهو النوم معها مع الرجل، النوم معه صلى الله عليه وسلم في الفراش وهي حائض. قالت: وكان حدثني يعني حدث ابنتها زينب بنت أبي سلمة أنها النبي كان يقبلها وهو صائم، يقبلها وهو صائم. وهذا يدل على يعني جواز التقبيل وهو صائم، وذلك إذا كان يطمئن على نفسه أنه لا يحصل منه شيء يعني نتيجة لهذا التقبيل بحيث يفسد صيامه. أما إذا كان لا يعني يعرف من نفسه أنه يحصل له تحصل له الشهوة ويحصل منه نقض الصوم، فإنه لا يجوز له أن يفعل الشيء الذي يكون سببا في إفساد صيامه، وصيامه إنما يفسد بحصول الإنزال، بحصول الإنزال، فإنه إذا أنزل فإنه يفسد صيامه، وإذا حصل تقبيل بدون ذلك فإنه لا يجوز. ومن العلماء من يمنع تقبيل المرأة ولمسها يعني وبشهوة، لكن ليس هناك دليل يعني يدل على المنع، ولكن إذا كان يعرف أنه سيحصل منه له تأثر وضرر وإفساد الصوم لا يفعل، وإن كان يطمئن من نفسه أنه لا يحصل فإنه لا بأس بذلك. قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أيضا وهذا مما حدثتها به أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة، يعني يتناوبان يقترف وتقترف. نعم. وهذا سبق أن مر. نعم. قال: حدثنا سعد بن حفص. نعم. عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعة في خميلة، حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. ثم قال: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني أن المرأة لا بأس أن يكون لها ثياب تلبسها في حال حيضتها، يعني غير الثياب التي تستعملها في حال طهرها، لا بأس بذلك، لأن هذا الحديث الذي ذكره عن أم سلمة أنها انسلت ولبست ثياب حيضتها، يعني معناه خلعت الثياب
التي تستعملها في حال طهرها ولبست الثياب أو الثوب الذي تلبسه في حال حيضتها، فدل هذا على جواز ذلك، وأن المرأة يكون لها ثياب تلبسها في حال الحيض وثياب تلبسها في حال الطهر، ويجوز أن يكون لباسها في حال حيضها وفي حال طهرها يعني واحد. وقد مر يعني عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة يكون لها ثوب تحيض فيه، لكنه لا يدل على أنه ليس هناك ثياب أخرى، ليس هناك ثياب أخرى تستعملها يعني غير ثياب الحيض. وهذا الحديث الذي معنا أورده من أجل أن فيه التنصيص على ثياب الطهر وثياب الحيض وثياب الطهر، وأنها انسلت من النبي صلى الله عليه وسلم وخلعت ثياب طهرها التي تستعملها في حال طهرها ولبست الثياب التي تستعملها في حال حيضها. قال حدثنا معاذ بن فضالة، نعم، عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنة أبي سلمة عن أم سلمة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ ثم ذكر باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، باب نعم، ويعتزلن المصلى. باب شهود شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، يعني أن النساء مأمورات بأن يذهبن لصلاة العيد، وأن يسمعن الخطبة، وأن يعني يشهدن يعني هذا الخير، ولكنهن يعتزلن المصلى، يعني لا يكن مع المصليات، لا يكن مع المصليات حتى يعني يتسع المكان ويكون المصليات بعضهن مع بعض، وتلك يعتزلن المصلى يعني يكون في متأخرات عن النساء، يعني ليس معنى ذلك أن المرأة لا تخالط النساء وهي حائض، ولكن هنا من أجل أن تتميز المصلية من غير المصلية، وأن يعني يكون هناك اتساع، بحيث يعني تأتي من تأتي متأخرة من الطاهرات التي يعني ليس عليهن الحيض، فتصف وتكون مع النساء لتحصل منهن الصلاة. وأما الحيض فإنهن يعتزلن المصلى، يعني بأن يكون منعزلات على حدة عن النساء المصليات. فالحديث فيه أن الحيض يذهبن إلى العيدين، وأنهن يحضرن الصلاة ويحضرن الذكر والدعاء، ولكنهن لكونهن لا يصلين لا يكن مع المصليات، وإنما يكن في مكان منعزل عنهن متأخر عنهن، بحيث يسمعنا الخطبة ويسمعنا الدعاء والذكر الذي يكون في الخطبة.
أعد الحديث. عن أيوب عن حفصة قالت كنا حفصة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. يعني كانوا التابعيات, يعني حفصة من التابعين التابعيات, يمنعن العواتق بأن يخرجن العيدين, يعني أنهن العواتق كنا التي قربن البلوغ بلغنا أو قربن البلوغ, يعني فيقال لهن عواتق. كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين, فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها, وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12, وكانت أختي معه في 6 يعني غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة الكلمة الجرحى, الكلمة الجرحى جمع كلمة جريح مجروح, لأن الكلم هو الجرح والمكلوم ويقال مكلوم ويقال كليم يعني جريح. كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. يعني هذا فيه أن هذه المرأة التي تحكي عن أختها وأنها يعني وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إحدانا أتخرج؟ قالت إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. إذا لم يكن لها جلباب, الجلباب هو الثوب الذي يعني يكون فوق الثياب المعتادة والذي يعني يكون به احتجابها, والذي يكون به احتجابها يعني هذا الجلباب, ولهذا جاء يدنين عليهن من جلابيبهن, يعني يحتجبن بإدناء يعني عليهن من الجلابيب. والجلابيب هي ثياب فسرت من أحسن ما فسرت به أنها ثياب واسعة وأنها تكون فوق الثياب المعتادة, وتخرج المرأة يعني بثيابها المعتادة مضافا إليها هذا الجلباب الذي يغطي جسمها كله حتى وجهها. فقالت إذا لم يكن لها جلباب يعني ألا تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها, يعني تستعير, يعني تستعير من إحدى خواتها التي عندهن جلابيب بأن تستعمل جلباب غيرها. وهذا فيه بيان أن المرأة تخرج للعيد, وأنها إذا لم يكن لها جلباب فإنها تستعير من غيرها من أخواتها ومن قريباتها أو جاراتها من جلابيبهن ما تستتر به وتذهب به إلى المصلى. وهذا الحديث يعني ذكر المرأة فيه هذه المرأة المجهولة التي يعني تروي عن أختها, وكون أختها يعني صحابية لا يؤثر, يعني الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يعني جاء عن أم عطية لأنها نفسها حفصة ترويها عن أم عطية, يعني بعد ذلك لأنها سألتها فأجابتها. نعم. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد, يعني من جلبابها يعني من جلابيبها. الجلباب هنا يعني مفرد مضاف إلى معرفة فهو من صيغ العموم, لأن المضاف إذا أضيف إلى المفرد إذا أضيف إلى معرفة يكون من صيغ العموم, يعني من جلبابها يعني من جلابيبها, يعني تلبسها من جلابيبها التي عندها عدة جلابيب فإنها تستعير منها شيئا من جلابيبها. فالمفرد هنا ليس مع ذلك أنها تقطع لها شيئا من جلبابها, وإنما تعيرها شيئا من جلابيبها, لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه من صيغ العموم. نعم. ولتشهد مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, يعني نعم الله. نعم. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. نعم. فلما قدمت أم عطية سألتها
أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت نعم يعني هذا هو الذي يدل على يعني كون حفصة بن سيرين ترويها عن أم عطية، يعني ذاك الذي أخبرت به تلك المرأة عن أختها، يعني استفهمت من أم عطية عن ذلك فأخبرتها. فإذا الحديث الآن متصل بين حفصة وبين أم عطية. سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. أسمعت النبي يقول يعني هذا الكلام، أنها مثل ما قالت تلك المرأة، أنها إذا لم يكن لها جلباب تلبسها أختها من جلبابها. قالت أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. وقالت بأبي، يعني أنها كانت إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي، أي أنه مفدي بأبي، ليس قسما وإنما هو تفدية. يعني قوله بأبي، قولها بأبي لا تعلم بأبيها، وإنما يعني تفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها، فقوله بأبي هو مفدي بأبي. وهذا الذي كان يعني يستعمله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي أو بأبي، يعني مفدي. قالت بأبي نعم. قالت نعم. بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، يعني لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني مفدي بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. نعم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والعواتق هن التي بلغنا أو قربنا البلوغ، وذوات الخدور هن التي يعني يكون لهن جزء من البيت، من البيت من الشعر الذي يعني يجلسن وراءه، يعني مخبئات ويعني مخفيات عن الناس، يعني هذه ذوات الخدور، يعني معناه أنها جزء من البيت، يعني تجعل العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، لأنها إما أن تكون العواتق ذوات الخدور لأن هذا من شأن العواتق، أو أن المقصود من ذلك العواتق وذوات الخدور أي نساء يعني كنا يخبأنا يعني وراء الخدور التي تكون في بيوت الشعر. نعم. وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، واعتزلنا الحيض المصلى. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني يحضرنا دعوة الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. نعم. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. نعم، الحيض يعني كأنها مستغربة أن الحيض يذهبنا. قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني ومزدلفة ومنى، يعني هذه المشاعر تحضرها وتدخل في هذه العبادة وهي حائض، فكذلك أيضا تذهب وتحضر وتسمع الدعاء وتسمع الذكر وهي حائض. قال حدثنا محمد هو بن سلام. نعم، كلمة محمد هو بن سلام أو بن سلام، يعني كلمة هو يعني الذي قالها من دون البخاري، الذي قالها من دون البخاري، لأن البخاري ما يقول حدثنا محمد هو بن سلام، وإنما يقول محمد بن سلام، أو يقول محمد والذي يأتي بعده يوضحه فيقول هو بن سلام، هو ابن سلام. وهذا يبين أن كلمة هو تكون من المؤلف، وأن المقصود من ذلك من وراءه الذي يروي عن المؤلف، يعني ليس معناه أنها ما تكون في أثناء الإسناد، بل تكون في أول الإسناد، تكون في أول الإسناد، ويكون الذي قالها هو من دون المؤلف، الذي من قالها من دون المؤلف. ولهذا بعض النسخ ليس فيه هو ابن سلام، فيه محمد بن سلام، وفي بعضها محمد. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد، عن أيوب السختياني، عن حفصة
بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الحافظ بن حجر قال في بالنسبة هل الحامل تحيض، يقول وأقوى حججهم أن الاستبراء بالمحيض، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. يقول أخ ما الجواب عن هذا الاستدلال؟ إيش يقول حافظ وأقوى حججهم أن الاستبراء بالمحيض، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. لأنه جاء ما يدل على أن الحامل إنما هو وضع الحمل، يعني سواء حاضت أو ما حاضت، سواء حاضت أو لم تحض، لأن الحكم أنيط بوضع الحمل ما أنيط بحيض. نعم. يقول بعض النساء ينقطع عنها الدم في الصباح ثم يعود في آخر الليل، فهل يصح أن تجلس يوما من غير أن تصلي من حين انقطاع الدم من أول النهار إلى آخر الليل يمر عليها الصلوات كلها ما تصلي وهو قد؟ إذا كان الانقطاع نهائي، إذا كان انقطاع نهائي وأنها طهرت فإنها تصلي تغتسل وتصلي، لكن إذا كان يعني جريانه وقف أو أنه يعني فيه يعني صفرة أو كدرة فإنه حيض ما دام أنه في زمن العادة. إذا طهرت المرأة عند صلاة العصر فهل تصلي الظهر مع العصر؟ نعم، تصلي الظهر مع العصر لأنها تجمع معها. نعم. يقول ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟ لا، الجنين يعني لا يسقط، يعني عندما يعني إذا تحمل المرأة يعني قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح فكل ذلك ليس لها أن تسقطه. يقول في هذه الأيام تقام صلاة العيد في المساجد، فهل يجوز للحيض أن يدخلن المسجد حتى يشهدن الخير والبركة؟ لا ما يدخلن، وإنما يكون في خارج المسجد. الآن بالنسبة للعاملات في الحرمين، هل العمل يعتبر يعني ضرورة ولا حاجة في دخولها وبقائها مدة ساعات العمل داخل الحرمين؟ المرأة الحائض ليس لها أن تبقى في المسجد يعني تجلس فيه، يعني لها المرور، وأما كون تجلس فيه فليس للمرأة أن تجلس فيه سواء كانت عاملة أو غير عاملة. هذا يترتب عليها يعني كل شهر راح تغيب 6-7 أيام. نعم. يقول ما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ المرأة تحتشم عند النساء يعني مطلقة، يعني لا تتهاون في الاحتشام والحشمة مع النساء بأن تخرج لهن شيئا من مفاتنها أو شيئا من جسمها، وإنما عليها أن تستر وأن تحرص على المحافظة على التستر في جميع أحوالها، يعني مع حتى مع النساء. نعم. وهل فرق، هناك فرق بين العورة أمام المرأة المسلمة وأمام المرأة الكافرة؟ المرأة المسلمة يعني لها أن تبدي لها ما تبديه لمحارمها، تبدي لها ما تبديه لمحارمها، وأما بالنسبة للكافرة فلا تبدي لها يعني شيئا من محاسنها. نعم. ما اشتهر عندنا لأن جاءوا نسائهن. نعم. يعني نسائهن المسلمات. نعم. صلى الله عليك. اشتهر عند الناس أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، هل هذا عليه دليل؟ ما نعلم في شيء، لكن ما نعلم شيء يدل عليه، لكن التستر وترك الابتذال يعني أمام النساء هذا أمر مطلوب، ليس المرأة تظهر أمام النساء
ما عندها غطت ما بين السورة وركبة وكشفت الباقي. لا يليق بالنساء أن يفعلن ذلك ولا يسوغ لهن أن يفعلن ذلك، لأن هذا ينافي الحشمة وهو تبذل. صلى الله عليك. أحيانا ترضع المرأة ابنها أمام يعني النساء فتخرج الثدي، الذي ينبغي لها أنها تخفيه، أنها تغطيه، وإذا يعني أظهرته عند أخواتها وعند قريباتها يعني فالأمر سهل، لكن الذي ينبغي لها تحرص على التستر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.